كثيرة نسأل عنها في هذه الأيام فيما يتعلق بصيام عاشوراء. ودعني هنا أسير على نفس المنهج، وهو التأكيد على مجموعة من الأصول الواضحة حتى تكون بينة لكل السادة من المشاهدين والمشاهدات. نعم الأصل الأول أن الحكمة من صيام عاشوراء جاءت واضحة في حديث ابن عباس، الحكمة ظهرت بوضوح في حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، رغم أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان هناك أيضا صيام لعاشوراء، وكانت قريش تصوم عاشوراء، لكن عندما وجد اليهود يصومونه سأل عن سر أو سبب صيام اليهود لهذا اليوم. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وهي شكر لله تبارك وتعالى على أن نجى في ذلك اليوم موسى عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أيضا أنه هو اليوم الذي نجى فيه نوح عليه الصلاة والسلام، فهو شكر لله على هذه النعمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأصل الثاني فيما يتعلق بصيام تسوعاء مع عاشوراء، هذا أيضا ورد فيه عن ابن عباس الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء خلاصة لكل ما جاء في هذا الباب في باب تسعاء وصيام الحادي عشر قالوا بأن الصيام في عاشوراء على مراتب ثلاث: أدناها أن يصام عاشوراء وحده، أي اليوم العاشر وحده، وفوقه أن يصوم الإنسان معه يوم التاسع، وفوق ذلك أن يصوم معه التاسع والحادي عشر، يعني يصوم ثلاثة أيام. وعموما الأصل عندي في هذا الباب في هذا الشهر المبارك أنه كلما كثر الصيام في شهر محرم كان هو أفضل وأطيب وأكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الأجر قد ثبت في صيام هذا اليوم، وهو أيضا جاء بنص نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، كما هو عند الإمام مسلم. والعلماء هنا رحمهم الله نبهوا من التنبيهات المهمة والفوائد المهمة أنهم قالوا أن الذنوب التي يكفرها صيام يوم عاشوراء هي الصغائر، لأن القاعدة هنا الأساسية في هذا الباب في باب تكفير الذنوب عبر مسألة الطهارة في حديث الوضوء، مسألة الصلاة، الصلوات الخمس يعني مكفرات للذنوب، صيام ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، القاعدة في هذا كله أن هذه تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر. لأن بعض الناس يظن أن صيام عاشوراء يكفر الكبائر، نحن نقول له أن عاشوراء وهو نافلة الصلاة وهي فرض لا تكفر الكبائر، فكيف تكفر صيام رمضان وهو فرض لا يكفر الكبائر، فكيف يكفر صيام عاشوراء وهو يعني من السنن ومن المندوبات. ولذلك ينبغي هنا أن نؤكد على هذا المعنى. هذه أصول